خلينا نبدأ بقى مع أستاذ عبد القادر. بما أننا امبارح كنا بنتكلم على التوقعات، هل كنا متوقعين السعودية تعملها والفرحة والفكرة اللي احنا وصلنا لها حاجة تاريخية حصلت في تاريخ العرب يعني كما يقال؟ وانا عايز اولا نلغي التوقعات من البرنامج. اللي حصل ده يعني حتى ماتش فرنسا بالليل كان ممكن يحصل فيه مفاجاه كبيره. لكن خلينا نبدا طبعا بمنتخب السعوديه والارجنتين. طبعا يعني السعوديين نفسهم ما اعتقدش ان هم كانوا يتوقعوا هذا السيناريو. الماتش سيناريو غريب قوي، يعني الارجنتين اول تاني دقيقه في المباراه ليونيل ميسي حط كره ما ينفعش تضيع، لكن الحارس الحقيقه محمد العويس تصدى ليها بشكل ممتاز جدا على الارض، يشالها بايده من على الارض. لا تصدي، اعتقد ان ده نقطه التحول في المباراه، لان الارجنتين كان ممكن تسجل في الدقيقه الثانيه والماتش كان يفتح اكتر والسعوديه تهتز، ومع ذلك هم برضو سجلوا في اول 10 دقائق من ركله الجزاء. لكن تماسك بقى، وهنا يجي دور طبعا المدرب هيرفي رينار اللي ممكن نتكلم عنه النهارده 3-4 ساعات لوحده على اللي هو عمله النهارده. لكن حتى الارجنتين سجلت هدف ثاني واتلغى بفضل تقنيه طبعا التسلل الالي الجديده اللي هي يعني تقريبا سنتي واحد من كتف لوتارو مارتينيز مهاجم الارجنتين، هو ده اللي لغى الهدف. لو الهدف ده كان جه كان اعتقد الامور كانت انتهت، لان كمان رينار زي ما عمل يعني هو بنسبه 99% كان ناجح، لكن ال 1% دي الغلطه اللي هو لعب بالاوفسايد تراب او بمصيده التسلل اثناء المباراه. لعب الشوط الاول تقريبا كان عامل موضوع مصيده التسلل، كان ريسك كبير جدا ومخاطره كبيره جدا وقرار غلط، لان هو رجع وغيره الشوط الثاني وقدر بعد كده ان هو طبعا يسجل هدفين تاريخيين. يعني الحقيقه كان يوم العرب النهارده في المونديال، ومنتخب السعوديه اكيد اسعدنا كلنا كعرب، ويعني كان عندنا حته برده كده احنا نتفرج على الماتش نقول يا لو احنا منتخب مصر كان في البطوله ويقدر يعمل اللي هم عملوه.